يقول: هل الصدقة الجارية مني تصل إلى والدي؟ نعم، الصدقة الجارية وهي الوقف تصل إلى والدك. وهل يصح أن فإذا وقفت وقفا، صدقة الجارية معناها الوقف، فإذا وقفت وقفا وجعلت غلته لوالدك ثوابها يصل إلى والدك، هذا شيء طيب. أو تصدقت عنه صدقة غير وقف، كل هذا ينفع الميت بإذن الله. نعم. يقول: هل أصح أن تكون في بناء مسجد أم تكون مبلغ شهريا للأسرة الفقيرة حتى أكون بارا بهما قبل الوفاة وبعدها؟ حسب الحاجة، إذا كانت حاجة الفقراء أشد من بناء المسجد فإنك تقدم حاجة الفقراء، إذا كان العكس بناء المسجد الحاجة إليه أشد فإنك تبني المسجد، فتنظر إلى ما هو أشد حاجة للناس. نعم.